الخوف. أنا بحس إن العدو الأول للإنسان هو الخوف. مش شرط إنك تربط خوفك ده بالجن والشياطين، بس أنا بعتبر النوع ده من الخوف أقل درجة من القلق ممكن البني آدم يوصل لها. بس ممكن الخوف ده يكون أكبر أعدائك لما يمنعك إنك توصل لحلمك وتنجح في حياتك. كتير مننا بيكون في دماغنا مشاريع وأفكار كتيرة قوي نفسنا نحققها، بس بنخاف ناخد الخطوة دي. بنخاف نجازف بالوظيفة اللي مضمونة اللي بتجيب 4-5 آلاف جنيه في الشهر وربنا ساترها، وبتنطفي أحلامنا وأفكارنا ما بتطلعش للنور. واللي بيحب حد ومش قادر يعبر للشخص اللي بيحبه ده عن اللي جواه، عشان خايف يكون ما بيبادلوش نفس الشعور ويكسر له قلبه. وياما علاقات انتهت بالطريقة دي قبل ما تبدأ أساسا. ومع مرور الوقت الشخص ده بيكبر ويتوه في زحمة الحياة، وبعد كده بيندم على الفرصة اللي كانت قدامه وضيعها بسبب خوف. ده غير الأب والأم اللي بيتخانقوا وبيختلفوا مع ولادهم، وكل واحد بيعيش بعيد عن التاني، كل واحد في مكان غير التاني، ما يعرفوش أي حاجة عن بعض. ولما يجي الوقت اللي ربنا كاتبه لأي واحد منهم ويفرق الحياة، الطرف التاني بيندم وما بيقدرش يسامح نفسه كأنه السبب في وفاة أبوه أو أمه أو ابنه أو بنته، عشان بس كان خايف يرفع سماعة التليفون ويكلمه ويقول له هو قد إيه بيحبه، وإن حياته ناقصة من غيره، ونفسه يحطوا خلافاتهم على جنب ويسامحوا بعض ويعيشوا اللي باقي من عمرهم سوا. وكل ده ليه؟ بسبب برضه ان كل واحد منهم خايف من المواجهة وردة فعل التاني، لحد ما بيجي الوقت اللي ما ينفعش فيه الندم. بس في نوع تاني من الخوف ممكن يخسرك الدنيا والآخرة. في ناس بتعمل معاصي وذنوب كتيرة قوي وبعدوا عن ربنا سبحانه وتعالى، ممكن يجي عليهم وقت ويرجعوا عن كل اللي بيعملوه ده ويتوبوا لربنا، لكن الشيطان بيكون عمى قلوبهم ومفهمهم من الطريق اللي هم ماشيين فيه ده مفهوش منه رجع، فيخافوا حتى ان هم يقربوا من ربنا تاني ويرجعوا للطريق السليم، عشان ربنا مش هيسامحهم ومش هيغفر لهم. هم ازاي نسيوا ان هو الرحمن الرحيم وقال في كتابه العزيز ورحمتي وسعت كل شيء، لحد ما برضو يجي الوقت اللي مش هينفع فيه الندم. ياريت كل واحد خايف من حاجة يواجهها وما يهربش منها، وان شاء الله نحقق اللي نفسنا فيه. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش اللايك والفولو واعمل شير لزمايلك.